خلينا نحسب الريبل فاكتور لفول ويف ريكتيفاير. فعندي اذا عندي فول ويف ريكتيفاير عندي هذا الشكل هو الفولتج اوتبوت. اذا بنحسب هون في اوت اللي هي فول ويف ريكتيفاير، بنحسب الريبل فاكتور اللي هو بيساوي في اي سي ار ام اس على في بي سي ار ام اس. بالطبع هلا اسهل شيء نعمله بالحاله هاي بدنا نحسب الفي اي سي ار ام اس، بدي اخذه في السيجنال كلها ار ام اس ناقص الفي دي سي ار ام اس تربيع. بس اول اذا لازم نحسب الفي دي سي ار ام اس شو بيساوي. قديش الافرج لهي السيجنال؟ اذا هذا كان في بيك على باي على 2، في بيك على باي على 2، اذا هون عندي في دي سي اللي هي بتساوي في افرج، هي نفسها لانها دي سي من هون بتساوي في بيك على باي على 2 وبتساوي 2 في بيك على باي. مضبوط؟ طيب لو بدنا نطلع الفي للسيجنال كلها نفس السيجنال قديش الار ام اس لهي السيجنال؟ تذكروا انه الار ام اس لهي السيجنال هو نفسه، هاي من ناحيه ار ام اس راح احط هون، هو نفسه لهي. هاي الار ام اس مشيلها نفس الار ام اس تبع هاي، هاي بتحتوي نفس الباور اللي موجوده بهاي السيجنال. ما افرقت انه هاي القطعه كانت فوق ولا كانت تحت، اوكي تمام مضبوط؟ قديش الار ام اس لهي السيجنال؟ دي بيك 10. اذا عندي هون في ار ام اس للسيجنال كلها بتساوي في بيك على جذر 2، فصار عندي هلا في اي سي ار ام اس بدها تساوي في بيك تربيع على جذر 2 تربيع راح يعطيني نص ناقص عندي هاي القيمة، مش هيك؟ هذه في دي سي، فبتصير هاي 4 في بيك تربيع على باي تربيع. هلا في بيك بتطلع برا، بضل عندي جوا نص ناقص 4 على باي تربيع. حد يحسب لي هذا الرقم، المفروض يطلع معنا مضبوط 0.30776 صحيح؟ فبصير عندي هلا الريبل فاكتور هون بيساوي في اي سي اللي هاي اللي هي 0.30776 في بيك على، بدنا نقسمها على الدي سي، والدي سي كان عندي 2 في بيك على باي، فباي بتطلع فوق في بيك بتشطب مع في بيك بيطلع معنا الرقم النهائي 0.483. ربع ال 0.483 شو بتمثل لي النسبة هاي إذا ربعتها؟ تقريبا هي نص، مش هيك؟ نص في نص ربع، معناها ايش عمالي بقول؟ بقول انه الاي سي باور الموجودة بالسيجنال هي ربع الدي سي باور الموجودة بالسيجنال.